السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد، فيديو بشع بس ايه استحملوني فيه، وهو اكيد في كل بيت. انا هوريكم شكل البوتاجاز بتاعي دلوقتي، بقالي يومين اتنين ما جيتش ناحيته بسبب ان انا بعمل الاكل وبقعد انتخ اغسل مواعين وانتخ وخلاص، وما اقدرش تاني ان انا اغسله. شوفوا بقى منظره بقى عامل ازاي. شايفين شكل بوتاجازي بقى عامل ازاي؟ يعني حاجة جميلة جدا. قلت لا، النهاردة انا اصلا مش هبتدي في الفطار الا لما اعمله، لان كده بقى يعني مش هينفع خالص. يعني تعالوا شوفوا، شو اوريكم بقى انا بعمل ايه لما بوتاجازي بيجي بالمرحلة دي. شايفين البقعة عاملة ازاي؟ لانها اتحرقت. ده كان لبن وفار مني الحمد لله وانا بجري ورا يوسف، وده هتلاقيه شوية صلصة اتنطورت وانا شايلة سيرة على ايدي وانا بشيل الحاجة بالايد التانية، فعادي كل ام عارفة ايه الموضوع ده. تعالوا بقى اوريكو انا بعمل الموضوع ده ازاي. قبل بقى ما ابتدي الفيديو، انا عايزه اوجه شكر لقناه رحيل. رحيل يا بنات حبيبه قلبي، انتوا عارفينها طبعا، عملت قناه جديده لاختها ريهام العسوله الكتكوته الفطبوطه خالص. انا بحبك جدا يا ريهام، انتي ورحيل بحبكوا قوي 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 قوي. فانا هسيب لكم اللينك بتاع رحيل وريهام، اتنين اخوات عساسيل جدا. روح اشتركوا في قناتهم وقولوا لهم في الكومنتات ان انتوا تبع عيادتي ستور، وشجعهم جدا يا بنات لانهم بنات عساسير خالص وزي العسل جدا. تمام، يلا بينا بقى نبدا الفيديو. طيب بصوا انا بعمل ايه لما باجي بتزنق. بستخدم حبيبه قلبي اللي خلاص اتدمرت مني، اللي هلوبه. طيب الصراحه لو انا عندي باور الدهون الاسود، هحط لكم صورته دلوقتي، لو انا عندي باور الدهون لا بستخدمه، بيبقى اسهل. ببخ كده على طول على البوتاجاز واسيبه نص ساعه ساعه، اجي الاقي الدهون كلها ساحت بفوطه بس كده مبلوله او ناشفه، ام لما بس الحاجات اللي ساحت دي. طيب لو انا ما عنديش الباور الدهون ده، بستخدم الخلطه دي. بصوا يعني خلاص المهلوبه بتشتكي مني. طبعا زي ما احنا متعودين بقلب كويس جدا، وبعدين اخد منها كميه محترمه كده في الطبق. تمام، بعدين عايزه تحطي عليها شويه خل، حطي. عايزه تحطي عليها شويه غسيل بريل مواعين، حطي. عايزه تسيبيها كده، سيبيها. اهم حاجه بس ان انت لما هتكمليها هتزوديها بميه سخنه، مش بميه بارده، ميه سخنه من الكاتل يعني. تمام، فانا هروح ازودها بميه سخنه واجي لكم. زي ما انتوا شايفين انا ما كترتش الميه، انا حطيت شويه ميه صغيرين جدا، وهبتدي اقلب ادوب المهلوبه فيها. ادي البوتاجاز الجميل العزيز بتاعي، هبتدي ان انا احط المهلوبه كده في كل حته منها اهو. تمام، وبعدين هاجي امسح بس كده يعني بالفرشه، امسح بس كده شويه بحيث ان انا اوزع المحلول ده عليهم. تمام، انا بستخدم السلكه اللي هي دي، هبتدي بس ان انا ايه يعني مش هدعك، انا همشي بس المحلول كده عليهم كلهم. هبتدي بقى اسيبه دلوقتي نص ساعة ساعة، يعني انا هنساه، هروح في اي حتة كده يعني اعمل اي حاجة تانية، وبعدين ابقى اجيله. يعني انسوه بقى شوية كده حلوين، فاهميني؟ بس هسيبهم بقى واجيلكم. انا رجعت اهوت بعد قرب ساعة تقريبا، يعني ما كملتش ساعة. زي ما انتوا شايفين بدأت هنا الدهون تسيح شوية، وفي المناطق البعيدة دي بدأت تسيح شوية اهي. تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه. بس ما تنسوش تروح تشتركوا في قناة رحيل وريهام، ماشي؟ تعالوا بقى مع بعض.
طيب بصوا بقى، زي ما انتوا شايفين كل حاجة اهي راحت. بصوا استنى اشيلها لكم عشان اقرب لكم اكتر. بصوا اهي شايفين، شايفين الحاجات اللي كانت هنا كلها راحت. بس انا برضو يعني بصوا في لسه مثلا في فتافيت، بصوا كده هنا في مثلا فتافيت صغيره هنا كده لسه برضو عايزه شويه، فانا برضو هسيبها شويه كمان، هخليها ايه تقعد مثلا نص ساعه كمان. تمام، بس بصوا اهي الدنيا زي ما انتوا شايفين خلاص، يعني انت ممكن تكتفي كده. بس عشان ايه ارجعه زي ما كان، انا لا هسيبه شويه كمان اهو، وبعدين اجي تاني امسحه. شايفين الحتت دي اهي؟ انا طبعا ممكن افك الكلام ده، بس انا الصراحه مش هعمل كده يعني دلوقتي في رمضان، لان انتوا عارفين اليوم في رمضان بيبقى صغير شويه، ف لولا ان انا هعمل اكله سريعه النهارده ده اللي خلاني ان انا اعمل كده يعني براحتي، واخده راحتي شويه يعني في رمضان. بس اهو زي ما انتوا شايفين تمام، فانا هستنى عليه شويه كمان وبعدين اجي لكم. طيب يلا بينا بقى اخر مره نغسله بقى اخر مره كده دعكه بسيطه، وهنغسله بقى مع بعض بسرعه. يلا بينا، انا كده سبته قرب نص ساعه كمان اهو. تمام، انا هكتفي بقى بكده، وبعد دلوقتي هجيب فوطه وابتدي ان انا الم الميه دي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في البوتاجاز؟ استنى اشيل لكم بقى عشان تشوفوه من فوق. شايفين البوتاجاز بقى عامل ازاي اهو؟ انا عماله اقرب لكم اهو، في شويه حتت هنا انا ممكن ما دوستش عليها شويه، بس انا لو ركزت يعني اكتر هشيلها. ادي البوتاجاز شكله اهو، حته الصابون دي عايزه اطلعها اهي. شايفين اللمعة ولا الريحة بقى بتاعت اللافندر بتاعت اللهلوبة؟ تحفة جدا. ايه رأيكم بقى في الخلطة دي؟ اعملوها بقى وادعولي. انا بقى دلوقتي همسح الازاز كمان بالمرة عشان كنت غسلاه، هجيب مية بقى وابتدي امسحه عشان يتشال كل بقى الحاجات اللي كانت عليه دي. تمام، بس واركب بقى الحديد اللي بيبقى فوق دوت. بس ايه رأيكم بقى في ده؟ حلو جدا وجميل. يلا ما تنسونيش بقى ان انتوا تدعموني، تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت، وكمان تعملوا لي كومنتات بالحاجات اللي انتوا عايزينها. انا بقرا كل الكومنتات وبرد على كل الكومنتات. انا بنزل كل يوم فيديو الساعه 5:15، ساعات بيتاخر شويه بقى عشان انتوا عارفين رمضان والحاجات دي. كل سنه وانتوا طيبين. يلا باي باي وسلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.